حضرتك قابلت الكابتن عبد الله السعيد هتقول له ايه؟ ده نمرة واحد، أنظف واحد، ده مفيش زيه. الله يبارك له، أنا نفسه يبقى نادي الزمالك على طول. بس عايز حاجة تاني؟ هتقول له إيه بقى لو قابلته؟ أنا أتمنى إن أنا أسلم عليه. بأمانة ربنا أنا أبسط إن أنا أسلم عليه. هقول له كابتن عبد الله جمهور الزمالك كله بيراهن عليك. طبعا كابتن عبد الله لعيب كبير جدا وعنده خبره في وسط اللعيبه الصغيره او عموما يعني مع كابتن الفريق طبعا شيكابالا وعبشافي والناس النجوم الكبار دولت، باذن الله يقدروا باذن الله الموسم دوت يعملوا حاجه كويسه تفرح جمهور نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، باذن الله يدي للنادي وباذن الله يخيب اي ظن حد مستني ان هو يشمت فيه ان شاء الله. اقول له يا كابتن تشرفت في نادي الزمالك، نادي الجمهور المخلصه لفريقها وانت نورتنا. انا عايز يعني ناخد بطولات اكتر وكده والزمالك يقف على رجليه كده ان شاء الله. طيب دي على مستوى الزمالك والبطوله، تقول له على مستوى الشخصي بقى عايز تقول له حاجه؟ عايز اقول له اللي انا بحبه جدا والله، هو من زمان كده هو احسن لاعب نص ملعب في مصر بصراحه. لو حضرتك قابلت عبد الله السعيد هتقول له ايه؟ هقول له ربنا يقويه ويحاول على قد ما يقدر يدي برضه النادي زي ما هو احنا متعودين منه، وعبد الله لعيب كبير يعني مش محتاج انه هو بس كل اللي فيها محتاج شويه الدعم اللي المفروض المشجعين والرياضيين يدوهم له يعني. يعني هقول له ان هو يعني كيب جوينج كده وربنا معاه وان شاء الله تكون فتره الجايه يعني تكون كويسه وكده عليه وعلى النادي وان شاء الله يقدموا حاجات كويسه يعني كده انجازات كويسه. ده على مستوى النادي، على مستوى الشخصي هتقول له ايه؟ هو يعني شايف عندي خبره قوي يعني ان انا اقول له حاجه كويسه السنه يعني يكون ليا الشرف ان انا اقابل لاعب كويس زيه وكده وبس يعني. اقول له ان هو كويس وان هو في لعبته دي ممكن يحقق حاجات كتير وان هو يكمل يعني فيها. ايوه ربنا يوفقه طبعا، وان هو لعيب كويس جدا وانا بشجعه وبجد بحبه جدا كويس. اقول له الف مبروك يا كابتن ونورت، مع انه يعني كان قرار متاخر، انا كان من 5 سنين كان نفسي تنورنا، نادي الزمالك بيتك ونادي الزمالك قلعه كبيره وصرح كبير. وعلى فكره انا من هنا عايز اهني كابتن حسين لبيب واهني كابتن احمد سليمان واهني كل مجلس الاداره، لان مجلسنا حاجه جميله قوي، المجلس كله بيشتغل بروح واحده على قلب رجل واحد، مصلحتهم بس نادي الزمالك، واحنا كلنا ورا المجلس وورا نادي الزمالك في اي حته وفي اي مكان. نادي الزمالك ده روحنا، نادي الزمالك بيتنا، نادي الزمالك ده كل حياتنا.